بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا ثامن سوف نبدأ في الدرس الثاني من كتاب التربية المهنية، وهو حالات اللسع والعض. حالات اللسع والعض في إلها عنا طرق إيش؟ الوقاية من إصابة الحشرات. لحماية الفرد وسلامته من خطر التعرض لإصابة الحشرات يجب مراعاة إيش؟ العديد من الإجراءات. شو هي هاي الإجراءات؟ هي عنا أول إشي الاهتمام بالنظافة العامة وتجنب أماكن تكاثر وانتشار الحشرات واستعمال الحواجز على النوافذ والأبواب مثل المناخل، التدريب على مهارة إسعاف الإصابات التي تسببها هذه الحشرات. عنا من انواع الاصابات اصابات اول اشي بلسعة نحل، يعني لما انا انلسع من النحلة. حشرة النحل من الحشرات النافعة للانسان، يلجأ الانسان الى تربيتها في الاماكن البعيدة عن المناطق السكنية. ليه؟ لانتاج العسل وتلقيح الازهار. هاي الحشرة بتدافع عن نفسها بايش؟ باللسع. بتعرض لها الانسان احيانا بتعرض لها الانسان من لسعاتها، بيؤدي إلى حدوث إصابة مؤذية، قد تكون إصابة خطيرة على المصاب. من أعراض الإصابة بلسعة النحل هي حدوث ألم فوري وحاد في منطقة الإصابة، تورم وانتفاخ مكان اللسع واحمرار حول مكان الإصابة، حدوث حساسية بدرجات متفاوتة لدى بعض المصابين. هذا هو تورم وانتفاخ مكان لسعة النحل كما أنتم ترون في الصورة. طريقة إسعاف شخص مصاب باللسع، عنا بعض إيش الخطوات. أول إشي بتراعي متطلبات الصحة العامة، بتغسل إيديك بالمي والصابون، ترتدي القفازات قبل ما تروح تسعف الحدا الملسوع، جهز المواد والأدوات اللازمة اللي أنا بدي أبلش أعمل فيها الإسعاف الأولي، بروح بنتقل أنقل المصاب من مكان انتشار حشرة النحل وتجمعها وقم بتهدئته وطمأنينته، أنزع الجزء البارز من إبرة النحل، أي إيش البارزة أي الزبانة على سطح الجلد باستعمال الملقط. إن أنزلت النحلة إبرة في الجلد مع الحرص على عدم الضغط عليها. ليه؟ لألا تدخل الإبرة في أكثر من الجلد، يعني أنا بس محل ما هي لسعت بجي بسحب بدون ما أضغط على مكان اللسعة. ضع كمادات ماء باردة مكان اللسعة لتخفيف الألم والتورم، وطهر مكان اللسع بالاستعمال محلول مطهر، وبتراقب انت المصاب، بتنظف الادوات اللي انت استخدمتها، بتغسل ايديك جيدا بالماء والصابون، هكذا تقوم عملية الاسعاف. طيب الاصابة بلسعة العقرب، في عنا اعراض الاصابة بلسعة العقرب. في بعض العقارب عادة في الجحور والشقوق وتحت الحجارة والصخور. هاي الحشرات العقرب هي من الحشرات السامة، وتحمل في آلة اللسع الخاصة بهم والموجودة في نهاية الذيل، بتكون في نهاية الذيل ساعه هذا التي أمامكم في الصورة. غدة سامة تفرز مادة زلالية تدخل في مجرى الدم وسبب تسمم في الدم. لسعة العقرب تقوم بتسمم الدم. من أعراض الإصابة بلسعة العقرب، من أعراض الإصابة بلسعة العقرب وعلاماتها، أول إشي ألم شديد واحمرار في موقع اللسع كما أنتم ترون في الصورة التي أمامكم يا ثامن، تعرق شديد وإفراز اللعاب وحدوث التقيؤ والغثيان في حال انتشار السم، ضيق في التنفس وقصور كلوي بسبب اضطراب العضلة القلبية واحتمالية حدوث صدمة عصبية عند المصاب. كيف أنا بدي أتعامل مع شخص مصاب من لسعة عقرب كما ترون في الصور التي أمامكم؟ الإصابة بعضة إيش الحيوانات. شو يعني بعضة الحيوانات؟ يربي بعض الأشخاص قطط أو كلاب في مناطق سكنهم، إذا إن مثل هاي الحيوانات قد تشكل خطر على الصحة. ليه؟ بسبب إهمال القواعد الصحية عند التعامل معها. بتعرض الشخص لعضة من هاي الحيوان تؤدي إلى مضاعفات خطيرة يستوجب إلها إسعاف أو علاج أولي. من أعراض الإصابة بعضة إحدى الحيوانات وعلاماتها، أول شيء عندنا حدوث خدش وجروح مع نزف للدم، تورم مكان الإصابة وإحمراره،
حدوث آلام شديدة مكان الإصابة وحدوث صداع وحمى لدى المصاب. هذه الخطوات اللي أمامكم، كيف أنا بدي أسعف حدا مصاب بعضة حيوان. تغسل مكان الإصابة، امسح حول الإصابة بمطهر، ضع المرهم، غطي الجرح بضمادة معقمة ولفها بشاش، انقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج الكامل، ونظف الأدوات التي استخدمتها واغسل يديك جيدا بالماء والصابون. سوف أقوم يا ثامن بحل الأسئلة وأرسلها إليكم عبر الـ PDF. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.